السلام عليكم، معكم طلال نقار، برحب فيكم مجددا بكورس الأخلاق الطبية. معنا أخونا دكتور باسل طراب، أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن. عم نتابع عم نغطي نقاط معينة بقضايا الأخلاق الطبية. نستمر بموضوع الاحترام خصوصية المريض أو احترام الذاتية. برحب فيك أخينا باسل، كيفك؟ اهلا وسهلا طلال، الحمد لله. يا الله هلا. يسلمك. ترى أنا نعسان فجنبي قهوتي، فأنا رح أستمر بشرب القهوة خلال اللقاء. هلا نحن غطينا موضوع احترام ذاتية المريض من مختلف الجوانب صراحة، بس في حالة شائعة ربما ما بنشوفها بأمريكا ولا بأوروبا، بنشوفها بالشرق الأوسط. أنا صادفتني كثير بسوريا وبالسعودية، لما بيصير في تشخيص مرض خطير عند أحد أفراد العائلة، عادة بيكون الأب أو الأم أو أحيانا الولد الطفل، بس بيجوك الأهل بيقول لك ما بدي إياك تحكي للوالدة، ما بدي إياك تحكي للوالد إنه شو معه. شو رأيك بهذا الكلام هذا؟ والله هي كمان مشكلة كبيرة. هلا أنا لاحظتها كمان بمجتمعات تانية، مشان ما نظلم مجتمعنا، المجتمع الصيني موجود عنده نفس الشيء، بعض المرضى اليابانيين كان عنده نفس الشيء، ولكن هي شيء منتشر جدا عندنا بمجتمعنا الشرق أوسطي، وهو نابع من خوف أهل المريض على المريض ومن حبهم له وتعاطفهم معه. ولكن في بعض الأحيان بيتاخذ الموضوع بشكل زائد. هلا نحن كأطباء وكأخلاقيين طبيين يعني ممكن نتفهم وضع أهل المرضى، ولكن في ممارسات نحن كأطباء لازم نكون واعيين إلها ولازم ما نتجاوزها. يعني مجرد إنه أهل المريض قالوا لازم تعمل هيك مو معناته إنه هذا هو الشيء الصح، فأنت لازم دائما تناقشهم وتشوف شو هو الطريق الأمثل. يعني هي كمان كل حالة في إلها خصوصيتها، ولكن بشكل عام حالة المريض، يعني المريض هو صاحب الحالة، هو اللي بيقرر، مو بس إنه باحترام لذاتيته، مو معناته إنه هو فقط قراره شو نوع العلاج أو شو مدى العلاج اللي بده ياخده، ولكن أيضا كمية ونوع المعلومات اللي هو حابب يتلقاها، أو كمية ونوع المعلومات اللي حابب هو يشاركها مع غيره. يعني نتذكر هي حالة المريض وليس حالة أهله. طيب انا كيف فيني اختبر هالنقطه؟ يعني انا كطبيب، قبل ما نحكي عن الاهل، انا مثلا في عندي مريض تشخص اخطر الامراض، خلينا نقول سرطان، خلينا نقول سرطان ومرحله رابعه اللي هو المراحل المتقدمه، منتشر يعني. انا كيف فيني اختبر رغبه المريض بمعرفه التفاصيل؟ شو لازم اعمل؟ يعني روح لعند بقول له بدك تعرف حالتك؟ لا، ما اظنها مناسبه. لا، بشكل مباشر. يعني فيك تسأله، طبعا في عدة أسئلة، يعني فيك تسأله بشكل مباشر، ولكن مو تقول له أنت معك مرض خطير وأنا حاببني أحكي معك ولا أحكي مع الأهل. يعني هيك يعني فضوله رح يزعجه يعني، ولكن أنت بشكل ودي فيك تقول له إنه نحن حاليا عم نعمل استقصاءات، أو نحن حاليا عم نوصل للتشخيص، وبعرف إنه أنت حواليك عائلتك وهن عم يساعدوك وهن موجودين معك. شو انت قديش حابب تعرف انت عن حالة مرضك؟ هل بتحبني اني اتواصل معك بشكل مباشر، ولا بتحب يتم التواصل عن طريق اقربائك؟ وحتى يفضل انه تاخذ تعمل هذا النقاش بعيد عن اقربائه، مشان ما يشعر بالضغط انه انت انه هن قدامهم. لا يا اخي، خلاص هن موجودين، هن ثقة. حاول تحكي هذا انا الحكي. عندي وجهه نظر مختلفه عن موضوع غياب وجود الاهل، تفضل. لانه مرات انا عم قيسها اللي بنعرفه بمجتمعاتنا صراحه. الابن او الابن ما حيسمح لك تقعد مع والدته او والده وتحكي له بدون ما وجوده. يعني ربما الشخص اللي هو صاحب القرار بالعيله اللي هو الابن الكبير بيكون اول شيء بدي اكون اقنعته باني انا بدي احاول، ما بدي احكي للوالد او الوالده اي شيء، بس حابب اعرف قديش بده المعلومات. فربما بوجود الابن اني عم احكي مع الوالد او الوالده او المريض يعني صاحب العلاقه انه انا حكيت مع فلان، حكيت مع ابنك الفلاني وشرحت له الوضع، فانت قديش حابب تعرف عن مرضك مثلا، او شو مدى المعلومات والتفاصيل اللي حابب انا اتواصل معه مثلا. لانه صراحه انا ما بدي يعني مستحيل الاهل يسمحوا لك تحكي مع المريض صراحه. عم هلا بحكي على مجتمعاتنا الشرقيه، ما بيخلوك، نعم، والله ما بيخلوك هلا تعمل شيء. هي رح ترجع بقى لمعرفتك انت بالاسره. هلا في مرضى كمان. هلا مثلا اذا اجاك مريض كبير بالعمر، انت هو اساسا ما بده يتواصل معك، قال لك اخي ابني موجود او اختي موجوده اتفاهم معهم. انا ليش دائما بقول انه انت لازم تلجا للمريض وليس لاهله؟ وانا بوافقك تماما انه كل مجتمع له خصوصياته، ورح يكون مهمه الطبيب صعبه جدا انه يتحدث مع المريض نفسه، وممكن حتى تاثر على ثقتك بالتعامل مع اهل المريض. ولكن السبب انه انا ما بدي، انا صراحه الرعايه عم قدمها للمريض وليس لاهل المريض، فانا ليش مشكلتي انه بالحوار مع اهله قبله هو؟ لانه ممكن هن يكون في عندهم فوائد مختلفه، ممكن في عندهم بنفيتس نحن ما بدنا بنعرفها، ممكن في عندهم حوارات عائليه ومشاكل عائليه نحن ما بنعرفها. ممكن هذا سواء حتى وان كان ابن، ما بده الأخوة التانيين يعرفوا، ما بده الأبناء التانيين يعرفوا، ما بده الأم تعرف، ما بده، ممكن مشان ورثة، ممكن مشان أي شيء نحن ما بيخطرنا.
مشان هيك نحن واجبنا في عنا اتجاه كأطباء تجاه الأسرة، ولكن فعلا هو تجاه المريض. فأنت بشكل ودي، أنا ما دائما، ما ضروري يكون بشكل صدامي، فيك تسأله للمريض، فيك دائما تقول له أنا يعني حابب، يعني بدك كان نحكي مع ابنك أو مع بنتك أو كذا. وفيك دائما يعني مثل ما قلت لك، يعني لازم هذا الشيء بناء على علاقتك مع الأسرة. ولكن إذا أنا بتسألني كباسل وأنا جيت نطلب رأيي بهذا الموضوع، الشيء العملي اكثر بنصحك تعمله، واخذا بعين الاعتبار انه انت واجبك اولا واخيرا باتجاه المريض. طيب هل المريض بيستفيد من معرفة مرضه؟ نحن طبعا خلينا هلا ناخذها حسب، بميزان الخطورة والضرر، انه هل في شو الفائدة المتوقعة لما المريض بيعرف شو مرضه بالضبط؟ عم نحكي خاصة عن الأمراض الخطيرة اللي سرطانات منتشرة، شيء مرض عصبي شديد، او وشو هو الضرر اللي ممكن يحدث على هذا المريض لو عرف مرضه، لو عرف حقيقة مرضه؟ هلا اول شيء الفائده هي اللي انا بشوفها اكثر شيء، هي التزامه بالعلاج بمدى. هلا لما المريض بتقول له مثلا انت معك، انت المثال اللي طرحته انه سرطان درجه رابعه وفي لك علاج معين، فممكن هذا الشيء يساعده بالالتزام بالعلاج تبعه، ممكن هذا الشيء يساعده بترتيب اولوياته بالحياه، لما هو بيعرف مثلا انه قدامه مثلا 6 اشهر او سنه او سنتين، او في عنده طريق معين من المضاعفات لازم يمر فيها، فهو ممكن يعيد إعادة ترتيب أولويات حياته. ممكن هو يبني شبكة من الدعم حواليه بشكل ملائم، مثلا هو بيعرف مثلا أنه بنته أو ابنه مثلا قلبه ضعيف بهي الناحية، فهو ممكن يخلي مثلا إخواته يساعدوا أو العكس. وبنفس الوقت يعني هو هي معلوماته بالأخير، يعني نحن ما فينا، إحنا ممكن نقيم ولكن ما فينا نقرر ونقيس مدى الضرر أو النفع عليه. هلأ في كتير ناس مثلا نفسيا بتقول لك المريض تبعنا بينأذى نفسيا اذا انت بتقول له معك سرطان. انا يعني صراحه بشوف هذا الشيء كثير، ونحن يعني هذا الشيء ممكن يعمل اكتئاب للمريض وممكن يأثر عليه. الاكتئاب هو احد حالات احد الامور النفسيه اللي بتمر معنا. طبعا احنا باي خبر سيء بتنقله للمريض عندك عده مواضع، احدها هو الشعور بالحزن، فهذا الشيء طبيعي. هل المرور بالاكتئاب شيء طبيعي لما شخص بيتشخص بمرض خطير؟ هلا المرور بحزن الشديد طبعا هو احد مراحل. هلا في عندنا احنا 5 مراحل لما اي شخص بيجي لنا بقى سيء، في عندنا 5 مراحل بيمر فيها، اولها الرفض مرورا. الرفض يعني الإنكار، أنه هو بيقول ما معي المرض. نعم هو بيقول لك انا ما عندي اياه، وبعدين ممكن طيب بعدين يصير عنده غضب مثلا، يصير بعدين بيزعل أو بيعصب لما بدك تناقش معه بيعصب، المرض المعين. ممكن كمان انه هو يصير يفاوضك على هالقصص، يقول لك انا بدي ولا ما بدي، مساومة. ممكن يساومك عليه، ممكن كمان يحزن، ممكن فالمرحلة الرابعة هي الحزن، انه هو بده يمرق بالحزن، يعني ما حدا يعني مو سهل انك تقول له واحد انه عندك مرض منتشر، او يعني هو حالة طبعا خطيرة، صار طبعا ان العين لا تدمع يعني والقلب لا طبعا يحزن، فانت لما بتدرس بخبر مفجع او كبير لازم تحزن، هذا الشيء طبيعي انك تحزن. والمرحلة الرابعة ضرورية للوصول للمرحلة الخامسة واللي هي القبول، ايوه، شو هو القبول يا اخي نباسر؟ انه خلص المريض صار يعني مثل ما بيقول يعني سلم امره لله او اقتنع بواقع اذا هو من هذا عجبتني الكلام. كلمة تسليم على فكرة، أنا بوصفها بالتسليم وليس الاستسلام، يعني القبول إني أنا خلاص الله قدري، هذا شخص لي، الله بلاني بهالمرض وهذا قدري، شو بدي أذهب نفسي حسرات عليه؟ لا، صح. بتجاوز الموضوع، بيطلع من الحزن. طبعا وطبعا يعني هلا انا وياك عم نحكي هون نقاش، يعني ممكن الناس تقول انه هذا سهل، انتم عم تحكوا قاعدين على الكرسي تحت المكيف مبسوطين يعني، ولكن اللي عم يتلقى الخبر هو امر صعب. طبعا هذا الشيء I recognize it، يعني انا واعي له تماما، ولكن هي دراسات نفسيه بتقول هيك، انه هي مراحل تقبل الاخبار السيئه. هلا على فكرة، أنا شخص، أنا ماني عم أحكي كطبيب، فيني أحكي لك كمريض، أنا مريض، أنا مشخص بمرض خطير، وأنا مرأت بهالمراحل الخمسة كلها، فأنا مرحلة الحزن مرأت فيها، لابد إني أمر فيها، وتجاوزت الحمد لله، وصلت للقبول. أنا اللي لاحظته صراحة بمجتمعاتنا، وفيني لك المرة الثانية اسأل مجرب ولا اسأل طبيب، إنه نحن عندنا ضعف، مش نحن كمرضى، كمجتمع عربي صراحة أنا بشكل وشرقي، عام انه مجتمع عاطفي بيبدي تعاطفه للناس المصابين او كذا، ما بنقصر بهذا الموضوع، في موضوع التعاطف كبير جدا جدا، بس ما بنقدر نساعد، او عندنا ضعف بتفهم انه القبول، المرحله هي الخامسه، الانتقال من الحزن للقبول. يعني شخص بيكون مرة صار مرحلة، يعني انا صراحه بحكي لك قصه بسيطه، احد اصدقائي عنده احد الاطفال المصابين باصابه شديده، يعني في عنده اعاقه دائمه، ووضعه يعني محزن، مرق لما صار معه هذا المرض
زعل الأب عليه طبعا، مر مرحلة المراحل الخمسة، هي وصل مرحلة القبول، هذا قضاء الله وقدره. فمرة مارق بمنطقة يعني بأحد الأماكن، فشافه رجال كبير من يعني كبير بالعمر، فقال له معلش ادعي له لابنك. فقعد حط ايده على راس الطفل وقعد يدعي ويبكي ويبكي، لحتى ما الاب طلع كده، يعني الاب شاف هيك هذا ابنه، رجع له كل الحزن، رجع له كل طيب يا جماعه هذا خطا، يعني انت يا مره ثانيه انت بدك، انت المصاب بمرض تجاوز مرحله الحزن او كذا وصار له القبول، انت لازم تدعمه وتشجعه وتساعده على البقاء بمرحله القبول، ما تخليه ينقص ويرجع. فوالله العليم انه نحن ضعف مجتمعنا بثقافه الدعم النفسي او الدعم اللي نقل المرضى لمرحله القبول، ربما عم تخلي معظم المرضى بالاكتئاب اللي هي الحزن، وبالتالي عم يقولوا لانه عرف المرض حيبقى بحاله الحزن. شو رايك في التحليل نعم، هذا؟ أنا صراحة موافقك فيه، يعني أنا بشوفها هي وجهة نظر عملية وواقعية. وشيء آخر كمان، يعني مشان ما نكون مجحفين لمجتمعنا، هذا الأمر مو سهل، هذا الأمر بحاجة تعليم. يعني هلا حتى هون مثلا بتلاقي بأمريكا مثلا عندك سايكو سوشيال سبورت، الدعم المجتمعي والنفسي هو جزء لا يتجزأ من العلاج. يعني ما يعني قبل ما تبلش علاج كيما، قبل ما تبلش أي شيء، بتلاقي بعثوا لك العامل الاجتماعي، الخبير النفسي، مشان يساعدك ويعلمك، مو بس أنت، ويعلم أهلك كيف ممكن يتعاطوا مع هذا المرض، يتعاملوا معك، كيف ممكن يدعموك. يعني حتى الحزن، يعني نحن كبشر ممكن مفطرين على طبيعة الحزن إنه يصير معنا، ولكن ممكن تتعلم كيف تحزن بشكل يعني أخف شوي، أو ممكن بشكل فعال. ممكن يكون الحزن يعمل لك موتيفيشن، يعمل لك إنه دافع إنه أنت تستمر، دافع إنه تشتغل، انك تعمل شيء. ولكن مشان ما نحيد كثير عن سبب حوارنا، انه الحزن هو سبب انه مقنع من ناحيه الاهل، انه هن مشان هيك بدهم يخبوا على المريض. ولكن نحن كاطباء، يعني صراحه نحن المفروض نكون محترفين بهذا الموضوع، تماما لازم نكون داعمين، نحن لازم نكون اوبجكتيف، لازم نكون موضوعيين بهذا الموضوع، لازم نساعد المريض انه هو يعرف اللي بده اياه. هلا نحن كمان، نحن ما بدنا نجي نقول لا يا والله باسل انت من الكثير مهتمين بموضوع ذاتيه المريض، ومن حمايه خصوصيه المريض، ومن حريه المريض باختيار اللي بده اياه، فلازم تغصبا عنه تقول له اللي بده اياه. لا لا لا، انا ما هذا اللي عم بدعو له ابدا. انا اللي عم اقوله انه هو المريض هو اللي بيحدد كميه المعلومات اللي حابب يسمعها، وكميه المعلومات اللي انت بيسمح لك تشاركها مع الاسره. اذا انت اجى المريض قال لك يا اخي روح لعند اخوي هو بيتعامل مع كل شيء، فيك انت تستفسر منه، قول له حتى مثلا، قول له هل هذا الشيء بيرجع، بدون ما انه تلمح له وتعطيه انه اي شيء، تقول له هل هذا الشيء بيرجع للامور البسيطه واليوميه، اعطاء الدواء، ولكن ايضا تشخيصات في حال مثلا تشخيص صغير او كبير، كله بدك انا احكي معه، ولا في شغلات لازم نرجع لك فيها؟ اذا قال لك لا كله احكي معه، خلاص هو انت في حل من الموضوع كله، هيك تحلت مشكلتك، روح طيب لعند الاسره. مين أسوأ برأيك؟ مريض يعرف في مرضه ونساعده بيتجاوز مرحلة المراحل الخمسة حكيناها ويوصل للقبول، هو الإيمان بالقضاء والقدر، نحن مؤمنين، نحن يعني عم نحكي مجتمع متدين وعندنا إيمان بالله وباليوم الآخر والقضاء والقدر. هذا أسهل، رغم أنه هو صعب بالمناسبة، يعني مو هي مهمة سهلة حكيناها، نحن ما عم نتسلى، نحن عم نحكي عن مرض خطير. أسهل لأنه لا المريض ما حدا يدرى، ما حدا يخبره، ويبلش علاج كيماوي على اساس انه عم ياخذ علاج للالتهابات، والميت يتم عايش بالشك وحاسس انه في شيء خطير، وكل العيله دريانه والعيون بتحكي صراحه وما يدرى. مين أسوأ؟ مين برايك شعور هذا صراحة سؤال شخصي جدا، ممكن يختلف من شخص لشخص بدرجة كبيرة وبدرجات متفاوتة. ولكن بالنسبة لي، أنا شخص بحب المعلومات، أنا شخص بحب إذا صار شيء إني أنا أعرفه. في يعني وبعتقد في كثير مرضى هيك. يعني هلا أنا إذا تمام، بتسألني، يعني المريض لازم يكون هو جزء من انه مو هو اللي يعني هو يحدد قديش حجم المعلومات هي، عم نركز عليها كثير ونعيدها، لانه الطبيب لازم يساعد الاهل يتفهموا هالنقطه. نحن خطابنا هون صراحه مش للمرضى، للاطباء، اللي هي انه طبعا من حق المريض يعرف، واذا كان اصطدمنا مع الاهل لازم نثقفهم ونعلمهم انه يا جماعه هي من حق المريض، خاصه انه نحن يعني مره ثانيه نحن طبعا الجزء الديني عندنا ربما لازم يكون مساعد لنا لهذا الموضوع، مش مثبت. وخاصة إنه هي حالة المريض. هلأ في حالات تانية خصوصية المريض ممكن يتم اختراقها، مثلا في حال مريض مثلا معه أمراض منتقلة بالجنس، أنت ملزم ومضطر تحكي مع زوجته أو مع شركائه، ولكن ما يعني هي حالة منفصلة. هلا نحن حكينا بالجلسه الماضيه انه ترى مو بس التهاب، يعني ربما حكي الواحد انه الايدز يا اخي مجتمعنا هو قليل، ترى مو بس الايدز، التهاب الكبد بي مثلا، التهاب صح الكبد صح بي صح هو صح حاله جزء من شائعه نوعا ما، اخذ الواحد من شفره حلاقه او من كذا،
فهي بتنتقل بالجنس، وبالتالي ممكن اذا الزوج او الزوجه مصابين لازم الطرف الثاني يعرف، واذا رفض الزوج طبعا يخبر زوجته هو عم يعرضها للخطر، لو ممكن يصير معه فشل كبد صح صراحه. صح صح فانت هون بتحاول دائما، الهدف انه هو مريضك، ولكن بهالحاله انت عرفت انه صار في خطر محدق على شخص اخر، فانت هون صار من واجبك بلغ وتساعد. مو موجود طيب انت هون وقتها، خصوصيه المريض لازم، مو بس انه انت من حقك، ولكن صار واجبك انك تخبره. هلا عودة لموضوع الأمراض الخطيرة صراحة، نحن ربما دائما بندقق على موضوع السرطان صراحة، ربما هو أكثر حالة شيء يعني أخطر شيء أو أسوأ شيء ممكن بالتعامل، خاصة إنه ما عندنا التدريب الكافي سواء للأطباء أو للأهل، وبالتالي دائما بنعك فيه حقيقة، أكون صريح معك. بس في كثير أمراض خطيرة حقيقة لابد إنه المريض يعرف فيها، وهي ما وهي أمراض قاتلة على المدى البعيد، ونتائج او ربما مو قاتله بس نتائجها سيئه. يعني لو طفل اجاك مثلا على العياده وشخص له متلازمه داون مثلا، او شخص له شيء مرض خلقي نادر راح يمنعه من التطور، لازم الاهل يعرفوا. هلا هون الطفل كمان بمرحله معينه، يعني نقل الخبر السيء صراحه لازم يتعلم عليه الطبيب كيف لازم ينقل الخبر، ما بصير طبعا تخبي صح انه طول الوقت، لا انه الامور ممتازه. من امراض مثلا العصبيه مثلا الاي ال اس اللي هو التصلب الجانبي الضموري، تشخيص قاتل نوعا ما، يعني ما بيعيش المريض بعده سنتين ثلاثة خمسة ماكسيموم صراحة. ف انا مشان هيك قلت لك، يعني من حق المريض هو يرتب اولوياته. يا اخي المريض على فرض، اخي على فرض هو متدين، اخي فجأة لما عرف هذا التشخيص صار بده يقضي وقته بقراءة القرآن بالصلاة، مثلا حقه حقه. ممكن عليه مريض يكون ديون مثلا مثلا، ممكن ديون ممكن عليه عليه مثلا، ديون بده يوفيها، بده ممكن يعمل عنده عمرة مثلا ما كان عمل اي عمرة طول شيء اي عمره. شيء، ايه مثلا يعني العمره على فكره، على العمره اللي ما له اللي قادر يعمل عمره، هلا الحج ربما صعب كثير على معظم الناس، بس العمره شيء ميسر على فكره، فببعض المذاهب العمره واجبه، ففي ناس بيكون متجاهلين هالموضوع طول عمره، بس هو اذا صار معه هو قادر يعمل العمره كلها هي يوم او يومين، فهو وارد انه انت عم تحرمه من يعني من اجر كبير وثواب صراحه. حتى للناس الغير متدينة، في ناس بتقول لك أخي أنا باقي لي سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، بدي أطلع سافر، بدي أطلع أنبسط، صحيح بدي عندي أبحاث بدي أخلصها، عندي دراسة بدي، يعني أي شيء هو حر بحياته، نحن ما لنا بمكان نقيم عليه. في شغلة ثانية، موضوع أنا جدا صراحة كثير بيستفزني وبيزعجني، هو موضوع العقم عند أحد الزوجين. مثلا إنه بتلاقي في كثير نسبة كبيرة من الأطباء بيقول لك، وخاصة من الأطباء اللي لما بتكون حالة العقم هي ناتجة عن الزوج وليس الزوجة، بيحسوا إنه هن من واجبهم إنه يروحوا يبلغوا الزوجة، إنه لو إنه نحن لازم ندافع عن حق المرأة، حق المرأة مخدوم. يا أخي على عيني وراسي، أنا من أكثر المدافعين عن حقوق المرأة، ولكن بهي الحالة ما في ضرر عليها، ما في ضرر جسدي عليها. وإن كان حتى في بعض الناس تعريف العقم لا يعتبر، ما بيعتبروه مرض، بيعتبروه حالة وليست مرض. جميل جدا. فأنت مو من حقك تروح تبلغ الزوج أو الزوجة إنه في عندك عقم ولا لا. إذا هن إجوا لعندكم اثنين، يعني في كثير حالات، ولكن في حال مثلا إجا الزوج والزوجة لعندك وأنت بتعرف إنه الزوج هو العقيم أو الزوجة هي العقيمة، ما من حقك أبدا تفضح أحدهما قدام الآخر، بتشجعه يشرح هذا الموضوع. وإن صراحة أي زوجين ما راح يكونوا يعني، يعني الموضوع فيه نتائج له ما بيتخبى. طبعا طبعا، وأنت بكل بساطة، أو يعني صراحة أنت، انا اعتقد انه في مرضى كثير بتنزعج اذا انت ما خبرتهم، ولكن رح يحترموك ويعرفوا انه انت اخي محافظ على سريتهم. جميل. في نقطة صراحة ربما تتعلق بموضوع احترام ذاتية المريض، ربما ما تطرقنا لها بشكل سريع وراح ارجع اذكرها مرة ثانية. انا حاضرب لك مثال ربما الامثلة يكون اوضح كثير. انا مثلا عندي مريض قصور كلوي بس ما له نهائي، اجى لعندي على العيادة وقال لي دكتور انا بدي اياك تغسل لي، تعمل لي غسيل كلوي، وانا ماني شايف في اي استطباب للغسيل. فهل هون انا لازم احترم ذاتية المريض ورغبته بالعلاج واطبق له العلاج اللي أنا شايفه ما له داعي؟ لا 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 لا، إذا أي علاج ما له استطباب وما في حاجة طبية له، يعني من حقك تماما ترفض. تماما، فبالتالي احترام ذاتية المريض مو معناته المريض يختار على كيفه. لا 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 نحن بنشوف أبدا شو بده المريض وبعدين هو حقه يرفض أو يقول إيه أو يقول لا. يعني لو طبعا مريض طبعا، إجاني وبده غسيل وأنا قلت يا فلان أنت بدك غسيلة كلاويك، هو إذا قال لي لا أنا ما بدي غسيل للجسم مش الكلاوي، فإذا قال لي لا أنا ما بدي، هون بحترم ذاتيته بعد ما التفاصيل أكيد حكيناها. بس بالمقابل إذا هو ما بده غسيل، لأنه هي بتصير على فكرة هي الحالة إنه الأهل بيطلبوا إجراءات طبية معينة خاصة طبعا بالعناية المركزة، خاصة يعني في إجراءات طبية بتكون ما لها مستوى طبيعي، مثلا حط له أكسجين، هي أبسط شيء، دكتور حط له أكسجين، طيب هو ما بده أكسجين،
هو الاكسجين تبعه منيح، يعني انا ما شايف في داعي احط له اكسجين، بالعكس انا ربما اضر الاكسجين. دكتور حط له سيروم مثلا، هي هي انت بالاخير هي بترجع لخبرتك، انت الخبير بالموضوع، انت الاكسبرت، انت الطبيب، انت المحترف، هن جايين لعندك مشان هيك. اذا انت رح تعمل شغلات صراحه غير مستطبه، فهون ما عاد دخلنا بالطب، هون دخلنا بالدجل يعني. يعني معناته احترام ذاتية المريض او رغبة المريض بالعلاج، لا هي تعني اني انا معنا كارت اطبق له اللي مفتوح. بده اياه. لا لا ايوه لا مو لا لا، نحن عندنا دكانة والله خدي معنا الرف كذا وكذا. هي شراكة بين المريض والطبيب، وليست انه انت فوقه بتعطي اللي بدك اياه، وليس انه هو دافع لك او هو جاي لعندك او لانه هو مريض في له حق انساني عليك او شيء فهو بده يمشي أمور. لا 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 لا، هي موضوع شراكة، كل واحد فيكم له قوة معينة، واساسا علاقة الطبيب بالمريض يعني هي هذا التنشن او هي العلاقة بيناتهم. هو صراحة يعني هي من حلاوة ممارسة الطب، انه انت كل واحد بيعرف حقوقه وله واجباته، له حقوقه بالفعل وواجباته يعني. فهذا الشيء يا سيدي، والله انا جدا مسرور، اظن ان احنا هيك غطينا معظم النقاط المتعلقه باحترام ذاتيه المريض. انا حبيت افرد او يعني نفرد هالحلقه مخصوصا بالذات لموضوع علاج او اخبار المريض بحقيقه مرضه بعد استشاره المريض نفسه طبعا، لانه هذا من مشاكل مجتمعنا ما بتشوفها بامريكا ابدا. بامريكا ما بتشوفها صراحه. كم مره حاله مرقت عليك بامريكا او اوروبا انه المريض ما بيعرف شو مرضه؟ كم مره؟ ولا مره، انا ما شفته ولا مره صراحه. انا شفتها لما بيكون فعلا المريض هو قايل اخي احكي مع هذا الشخص، ولسبب بيكونوا هن، وعاده هدول المرضى بتلاقي مو بس مسلمين امور صحتهم، مسلمين كل امور حياتهم عاده لشريك او لشخص اخر يعني، ويصطفلوا هن احرار. تمام، انا وحتى ما شفت ابدا. انا صراحه معظم المرضى، يعني ما بدي اقول معظم، كل المرضى اللي اجوني بيعرفوا شو مرضهم. هو مجتمع بالاخير طلال يعني. هلا حتى مو بس هيك يعني، حتى هون ابن المريض او زوجة المريض بكل بساطة أنت ممكن تقول لهم عفوا أنا ما معي الإذن إني أنا أشرح معكم هاي المعلومة، أشرح لكم هاي صحيح المعلومات. صحيح صحيح، بتقبلوها بشكل لبق، وما يعني أنا من شو من معرفتي فيهم ما بيروح بيضغطوا على المريض إنه ليش ما بدك أنا أعرف هيك يعني. ما أقول لا لا لا، إنه على خلص فكرة يعني خذ. إذا حكيت نقطة ربما مرة ثانية، هي بمجتمعاتنا موجودة على فكرة. أنا ياما بتصل، أنا على فكرة ياما بحكي لك ما دام عم ندردش، بروح مثلا بشوف مثلا الله يرحمها توفت عمتي مثلا، بروح بشوفها كطبيب مثلا، برجع بتسألني أمي شو معاها، بقول والله ما فيني أقول لك. أنا على فكرة هي أنا أهلي بيعرفوني بالضبط، أنا ما في، أنا رحت كطبيب ما رحت كضيف، فأنا ما فيني أشارك أي معلومات طبية. قالت لي بتصل فيها، اتصلي فيها، لا اتصلي اتصلي هي بتحكي. ريحتيني وريحتي حالك. انا صدقني كطبيب، بس يعني هذا بالمزح عم نحكيه، بس هو فعلا انا ما بناقش مع اهلي اي معلومه طبيه عن مريض. يعني انا مثلا استشرت باحد المرضى من العيله مثلا، بيتصل فيني طرف ثالث بيقول لي فلان، والله هو العيله كلها عرفت القصه، يعني العيله كلها عرفت انه هذا الفلان مع المرض الفلاني، بس انا صرت اعرف كطبيب، انا صرت ما عادت انا ما عاد فيني دردش في الموضوع. فبيتصل فلان انه والله شو وضع فلان، بقول له والله يا فلان انا شفته كطبيب، انا ما فيني شاركك باي معلومات عنه، لانه مجرد شارك لك سيف انا طلال، انشر السر الطبي صراحة. مو بس هيك طلال، ممكن انت توصل لمرحله انه حتى انت، في بعض الناس بتقول لك هلا هون حتى قانونا يمكن حسب، برجع بقول يعني مجتمعنا شوي مختلف، ما فيك تقول انه انا شفته لهذا المريض، ما فيك تعترف انه انا هذا المريض ايوه اجى لعندي على المستشفى او اي شيء. ما هذا سؤال امتحانات على فكرة. ليش انا انت ذكرته انه بيتصل فيك زوجة المريض اني وانت الطبيب النفسي مثلا، اني والله اجى عندك الطبيب المريض الفلاني وكذا، واني اجى زوجي مثلا عندك وصف له الدواء وانا حابب اعرف، فانت مجرد اعترفت انه هو اجى عندك فانت اذنت المريض وقلت انه انا مصاب. فانت وفي ما ناس لازم تعترف، هلا، لازم توجه انه انا اسالي زوجك، انا بعتذر منك، ما فيني ناقش تفاصيل، ما فيني اكد او انفي. بس هيك يعني ليك انا يعني حاطط عندي بالمكتب صراحه في شيء دربه هون للناس يعني اللي بيستقبلوا تليفونات مستشفى، كاتبهم اياهم ليك، انه اذا انت حدا اتصل فيك اساله انه ليش المريض نفسه ما عم يتصل فيني بشكل مباشر ايوه يعني. ده يعني وهذا يعني حتى يعني هون بهالمجتمع الامريكي في ناس عشريين موضوع يعني، الخصوصية هون وهم انه جدا. اذا اتصل فيك حد عن زوجة عن اخوها، انا ما في، انا كطيب انا ما بعتذر منك، خلي هو يحكي معي، انا ما فيني اكد انه هو اجى او ما اجى، لانه اذا هلا اكدت انا حتى لو ما حكيت سؤالي كثير، تفاصيل معناته هو اجى لعندك، معناته هو في عنده مشكلة. انا سؤالي كثير انا بيجينا من خاصه من الناس تبعوت المقسم، تبعوت المستشفى، تبعوت الاوبريتور، بيقول لك شخص اتصل فينا قال لك حولنا على غرفه الفريق المريض الفلاني، هو عامل اسامبشن يعني انه هو معتقد قايل لك يعني هو انه حولنا على غرفه الفريق الفلاني المريض الفلاني، بنقول له نحن ما تحوله، ولا بتقول له انه فيك تقول له انه شو علاقتك مع المريض تمام، وكذا؟ لا ولا بتقول له، بتقول له هل معه رقم تليفون هذا المريض خليوي؟ اذا قال لك ايه او لا، اذا قال لك ايه لو اتصل فيه بشكل مباشر، اذا قال لك لا بيقول لك اعطيني اسمه
إذا هو موجود بنوصل خبر، إذا بده بيتصل. ايوه إذا تمام. يعني هون احترام ذاتيه الميت او خصوصيه الميت هي جزء من الذاتيه صراحه، مهمه جدا جدا في هذا المجتمع حقيقه، واتمنى في يوم من الايام نوصل لهذا المستوى ببلادنا صراحه، لانه احنا عندنا المريض يعني اخي ما يعني ما في اسهل من مشاركه الخصوصيه، يعني انه الاختراق الخصوصيه عندنا، انه بتروح بتزور لك يا اخي انا رحت مثلا انا مشخص في المرض الفلاني، وخاصه الامراض المزمنه ما هي مرض حاد، يعني بيجي بتطلع بتزور مثلا نحكي لنا شو صار معك، يا اخي انا ما بدي احكي لك شو صار، اذا بدي احكي لك انا بحكي لك. ما مع بصير العلم، بس تحرج الشخص انه والله شو حتى صار معك. بمجتمعنا نحن، يعني مجتمع المفروض يكون يحب الخصوصية، حتى شرع استعانوا على قضاء أموركم بالكتمان، يعني ما حدا يعني. سبحان الله. ولكن للأسف يعني هيك بمجتمعنا الطبي. أنا مو خوفي صراحة، التوعية اللي أنا حابب أوصلها مو بس لأهل المرضى أو للمرضى، أنا دائما بقول إنه المريض لازم يعرف حقوقه، لازم يكون واعي لحقوقه، شو لازم يعرف، لازم هو يكون جزء، يعرف انه هي شراكه بينه وبين الطبيب. وكمان نحن واجبنا كاطباء كمان انه نحن نعلم اهل المرضى كيف يتعاملوا معنا، ولكن نحن كاطباء علينا دور انه نحن ما ننجرف لهي المواضيع، ما يعني لازم نكون شوي صلبين تجاه هذا الضغط المجتمعي بهذا الاتجاه. يا سيدي جزاك الله خيرا، انا جدا مسرور بانه اخيرا بدانا الكورس، والحمد لله ليك هلا شهلنا فيه، صرنا شيء 4 محاضرات. الاسبوع القادم ان شاء الله حسب وقتي وقتك ان شاء الله بننتقل لنقطه جديده ان شاء الله بنناقشها ونستمر إن ان شاء شاء الله. الله، إن شاء جزاك الله. الله خيرا، يا هلا طلال، ممنونك جدا اخي باسل، يلا يا السلام هلا يا عليكم. هلا طلال، بأمان الله. السلام.